اللي عملوا في ليكس هلا هو اسمه انتيسيباسيون، يعني بلف الكوع قبل الوصول وببلش يكسر ويكون بعده بخط دغري، لانه بيحسب حساب انه السياره رح تزيد والسرعه كثير عاليه بالوقت اللي هو عم يكسر فيه، بيكون وصل على البوينت اتاك تبع الكوع اللي هو نقطه ببلش واحد يلف فيها. شغله بتدل انه فيليكس بالرغم من انه عم بسوق سياره صعب السيطره عليها، عم بيطبق قوانين اساسيه بالبيلوتاج يلي المفروض تطبق على طول. فيليكس وبول الحج بالمركز الخامس.